ومن اول مره خرج اعاره، وده اللي خلاه قفل التليفون 10 ايام في الانتقال بتاع السنه دي تجديد الاعاره. يعني مش هنلاقي في الاخر او ان كندوسي وقع مع نادي الزمالك؟ صعب، لانه لازال عقده مرتبط، لكن الاهلي عمل اللازم، لان انت لما تخرج تفضحني بالشكل ده، وثم لما تيجي في التحقيق اللي داخل جدران تقول انا ما بقولش على مدير المبيعات ولا بقول على اداره النادي. طب كنت تعال لنا لما امير ما ساعدكش واطلب لقاء اعلى. وبالتالي هو حاليا دلوقتي لسه ما زال في سنتين في عقد الكندوسي مع النادي الاهلي، وتم عرضه للبيع فعليا. ما عرضه للبيع ده غالبا يعني، وبرضه البرنامج حضرتك سيراميكا هيشتريه، وسيراميكا بينه وبين الاهلي عهد انه ما يبقاش كوبري. ولا كان ادى الزمالك احمد بيكهام يا استاذ؟ طب